لا وهذاك راه كلينيك ضارني بزاف تاع حد باش نجي معايا نهضر معاه قلت له هذاك خصك تخلصو باش تفهم انا القضية اللي يجي عند الناس ديال حد يطلع عندو نبيلة زاد هضر زنا غير صداع وبينو على انهم واحد المصلحة مواطن شكرا لكم يوسف الشفوعي مؤسس جمعية أمل سهلة اليوم كيعرف فضاء المستشفى الخاص أكديتال إطلاق واحد العملية تضامنية خيرية لفائدة أطفال من أسر معوزة وهي عملية إعدار اللي كتشرف عليها جمعية أمل سهلة مع مشاركة مع جمعية المغاربة المقيمين بجنيف وكذلك الجمعية المغربية للدفاع عن الوحدة الترابية. هذا النشاط هذا هو تضامني ولكن عنده أبعاد متعددة لأنك تحققت فيه الشراكة ما بين مغاربة الداخل ومغاربة العالم وكذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية الشيء اللي أعطى واحد الثمرة ديال واحد العمل خيري. نتمنى أن نكونوا خففنا على الأسر وكذلك ما هي إلا التفاتة بسيطة بهذه المناسبة ديال الاحتفال بذكرى ميلاد ولي العهد اللي بغينا نرسخوا على هذه الأطفال والتلاحم ديال الشعب مع الأسرة العلوية الشريفة من خلال مثل هذه الأنشطة التضامنية والاجتماعية والعدد من الأنشطة. لذلك ما يمكننا إلا نكونوا فخورين بمثل هذه الأنشطة وما يمكن إلا أننا نتمنى أنها تكتار وباش تخفف على رعايا صاحب الجلالة سواء في مدينة سلا ولا في المملكة المغربية كاملة إن شاء الله. سحلي لبنان مسؤولة إدارية في مركز الأنكولوجيا أكديتال سالي المستشفى الخاص للسالي أكديتال تحت الرعاية السامية لسيدنا الله ينصره بمناسبة عيد ميلاد ولي العهد الذكرى العشرين. انضمت جمعية أمل سالا بمشاركة مع جمعية جنيف سويسرا بمشاركة مع أكديتال سالي حملة إعذار بالنسبة للوليدات اللي هما حالة ميسورة العائلات ديالهم على قد الحال تم التسجيل ديالهم درنا لهم الختان خدينا 60 طفل اللي هما يمكننا نختنوهم في حالتهم الصحية قمنا بالختان اليوم. غادي نقول لكم هي مبادرة زوينة إنسانية اجتماعية بالنسبة للوليدات بالنسبة للعائلات بالنسبة للوالدين. في هذه المناسبة كنشكروا الرئيس ديال جروب أكديتال الدكتور طالب كنشكروا كل من ساهم عن قرب وعن بعد كنشكروا المسؤولين الإداريين والطبيين اللي ساهموا معنا الأطباء اللي جاوا عندنا كنشكروا الصحافة السلطات المحلية الأمن كل من واحد ساهم باش أن هذا النهار يدوز أطيب وأحسن وأعلى مستوى. سهل على هذه الجمعية عاوناتنا الله يعاونها والله يسهل عليها مين بيعرف هذا الشيء اللي داروا معانا هذا الشيء اللي داروا معانا الأكبر لا ما دايرين شي حنايا في الدار ما دايره والو والله يسهل عليهم صافي هادشي اللي غنقول اليوم عندنا جمعية سلا تنا وليداتنا زوين داكشي زوين الله يعمر دار الله يعطيهم صحتهم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.